بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، نتابع معكم اليوم موضوع نبات الأملج أو كما يعرف بكسارة الحصى، وكما وعدناكم سنتحدث عن أهم فوائده لصحة الإنسان كعلاج حصوات الجهاز البولي وتنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين صحة القلب والشرايين والوقاية من بعض الأمراض الفيروسية وفوائد عامة أخرى وأيضا محاذير استخدامه. فلنتعرف أولا على نبات الأملج وأهم المعلومات المتعلقة به إضافة لما ذكرناه في الفيديو الأول. فنبات الأملج هو نبات مزهر شائع الاستخدام في الطب البديل، لا سيما في الطب التقليدي للحضارة الهندية. ينمو نبات الأملج عادة في المناطق التي تتمتع بطقس حار، ومن الممكن الاستفادة من جميع أجزائه مثل ثماره وأوراقه وجذوره وسيقانه للوقاية من العديد من المشاكل الصحية. ويعد نبات الأملج صالح للاستهلاك الآدمي، فهو نبات آمن إذا ما تم تناوله بجرعات محسوبة، ولكن يجب الحذر من مكملات نبات الأملج الغذائية، فبعض أنواع هذه المكملات قد يحتوي على نسب شحيحة فقط من نبات الأملج أو على مكونات قد لا تمت لنبات الأملج بصلة، ودائما يجب الحذر والبحث عن مصدر آمن وموثوق لشراء أي منتج عشبي. والآن فوائد عشبة الأملج الصحية. سنتحدث عن أهم الفوائد الصحية لنبات الأملج. أولا، علاج حصوات الجهاز البولي. من أكثر استخدامات نبات الأملج شيوعا استخدامه لعلاج وتفتيت الحصى التي قد تتكون في أجزاء مختلفة من الجهاز البولي. وسبب تسمية نبات الأملج باسم كسارة الحصى نظرا لشيوع استخدام نبات الأملج لتفتيت الحصوات على وجه التحديد. وقد أظهرت بعض الدراسات الأولية أن تناول نبات الأملج قد يساعد على تقليل حجم الحصوات أو تفتيتها بالكامل، وتخليص الجهاز البولي من بقايا الحصوات المفتتة عبر تحفيز إدرار البول، أيضا تحسين قدرة الجسم على التخلص من الكميات الإضافية من المغنيسيوم والبوتاسيوم من خلال البول، أيضا خفض فرص الإصابة بحصوات الجهاز البولي. ثانيا، تنظيم مستويات سكر الدم، ولا يعتبر علاجا لمرضى السكري. طبعا هو بنظم مستويات سكر الدم ولا يعالج مرضى السكري. قد يساعد نبات الأملج على تحسين مستويات سكر الدم، إذ أظهرت بعض الدراسات الأولية أن تناول خلاصة هذا النبات بانتظام قد يساعد على تنظيم مستويات سكر الدم ومنع حصول أي رفعات مفاجئة فيها. ثالثا، تحسين صحة القلب والشرايين. تبين أن تناول نبات الأملج قد يساعد على تحسين صحة جهاز الدوران وخفض فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وذلك لاحتواء نبات الأملج على مواد قد يكون لها قدرة محتملة على خفض ضغط الدم المرتفع وخفض مستويات الكوليسترول السيء وتحفيز الأوعية الدموية على الاسترخاء. ورابعا، الوقاية من بعض الأمراض الفيروسية. يحتوي نبات الأملج على مركبات كيميائية قد تساعد على الوقاية من بعض الفيروسات، خاصة الفيروسات المسببة للأمراض الآتية: فيروس الهربس البسيط والتهاب الكبد الفيروسي. ورغم أن الدراسات أظهرت نتائج مبشرة، إلا أنها لا زالت في بدايتها ولا تكفي لحسم الأمر بشأن فعالية الأملج في هذا الصدد. خامسا، فوائد عامة أخرى. فلا تقتصر فوائد نبات الأملج على ما ذكرناه فحسب، بل قد يكون له العديد من الفوائد المحتملة الأخرى مثل تحسين الشهية وتخفيف حدة الأعراض المرافقة للربو والتخلص من الإمساك والوقاية من بعض الأمراض مثل مرض الملاريا والتيفويد والتهاب المسالك البولية، أيضا خفض فرص الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض الزهري وفقر الدم والملاريا، وتعزيز صحة الشعر والجلد والكثير كما ذكرنا في الفيديو السابق. وأما محاذير الاستعمال وأضرار نبات الأملج،
فرغم أن نبات الأملج يعد آمن وصالح للاستهلاك الآدمي، إلا أنه يفضل تجنبه من قبل الفئات الآتية: الأشخاص المصابون بأمراض نصف الدم، إذ أن لنبات الأملج تأثير مميع للدم، لذا فإن تناوله قد يحفز حصول نزيف. أيضا الحوامل والمرضعات، إذ قد يتسبب تناول نبات الأملج برفع فرص إصابة الأجنة بالعيوب الخلقية أو ولادة جنين بوزن منخفض. أيضا الأشخاص المقبلون على عملية جراحية، فقد يؤثر نبات الأملج بشكل سلبي على مستويات ميوعة الدم ومستويات سكر الدم، وهي مؤشرات حرجة يجب إبقاؤها تحت السيطرة أثناء الجراحة. كما قد يسبب نبات الأملج بعض الاضطرابات الهضمية العابرة مثل الإسهال أو الغثيان. حبايبنا، حتى لا نطيل عليكم، سنتحدث في الفيديو القادم عن طرق تحضيره واستخدامه ووصفات للشعر المتقصف وفرد الشعر المجعد. ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع. أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية، لا تدعها تتوقف عندك، فزكاة العلم نشره، شاركها ولك الأجر والثواب. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.